حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. هذا برنامج اللي نوجه حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم على أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج من داخل الفوت. تقدرون تتصلون بنا على أرقامنا في الأعلى، والأخوة العراقيين اللي ساكنين دول المجر والأشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط وباقي دول العالم ممن يتابعنا الآن يقدر يتصل بنا على واحد من الرقمين الموجودة بالأسفل، ونفس الرقمين اللي بالأسفل تقدرون ترسلون رسالة نصية عبر برنامج أو تطبيق الواتساب في حال ما قدرتوا تتصلون بنا. أتمنى نسمع رأيكم مشاهدينا الكرام. نبدأ حلقة اليوم بالصراع السياسي المستمر بهذا البلد. شهدت العاصمة بغداد انهيار أمني كبير عشية انعقاد جلسة البرلمان. هذا الشيء تمثل بالمقاطع المصورة للبيانات العسكرية لميليشيا السرايا اللي هددت ميليشيا الإطار التنسيقي في حال أنه شكلت حكومة مقبلة بمشهد يعكس فوضى السلاح المتفشية في العراق. خلونا نشوف شنو اللي صار اليوم ما بين التيار الصدري أو جماعة التيار الصدري والإطار. على كل عراقي شريف أن تكون له وقفة مشرفة تجاه الوطن والشعب المظلوم. تكون هذه الوقفة سهاما من مرام الله على المنافقين الفاسدين. لذا من هنا نحذر وبشدة السلطة التشريعية من ما هي قادمة عليه من تشكيل حكومة تكون أداة بيد الأحزاب الفاسدة والميليشيات المنفلتة التي قتلت الأبرياء العزة بدم بارد. بالمقابل أصر ائتلاف إدارة الدولة اللي أعلن عنه مؤخرا وبعض الكتل الأخرى على انعقاد الجلسة بموعدها المحدد دون الاكتراث لتهديدات ميليشيا السرايا، والجلسة اللي انعقدت رفض بها البرلمان حال استقالة رئيسه محمد حلبوسي بتصويت 222 نائب على رفض الاستقالة. المكتب الإعلامي لحلبوسي قال أنه العدد الكلي للمصوتين وصل إلى 235 نائب، وأشار إلى أن عدد الموافقين على الاستقالة كان 13 نائب، وانتخب البرلمان نائب أول لرئيس المجلس بدلا من المستقيل حاكم الزامري، وصوت إلى محسن المندلاوي المحسوب على قوى الإطار التنسيقي نائبا أول. خلونا نشوف بغالبية حضور من جانب من الجلسة وكيف استقبل بعض النائبات أو استقبلا بعض النائبات خبر تجديد الثقة للحلبوسي بالهلاهل على الرغم من جراح العراقيين والبلد. الموافق على الاستقالة فقط بدلاوي موجود؟ نعم. السيد ياسر هاشم الحسيني؟ سيد ياسر موجود؟ نعم. والسيد باسم خزعل الشاهد موجود؟ يبدو أن مشهد الفرح اللي شفناه قبل شوية استفز الميليشيات التابعة للصدر ورما شعرت أن الإطار حقق مكسب جديد عليهم، لذلك ردت هاي الميليشيات من خلال القصف بالصواريخ واستهدفت مرأب يعني جراج البرلمان بالمنطقة الخضراء ببغداد، وأصيب 7 من عناصر الأجهزة الأمنية جراء ذلك القصف الصاروخي. وكل هذا صار عقب انعقاد جلسة البرلمان اللي صوتت على رفض استقالة محمد الحلبوسي، وكان هذا الفيديو اللي موجود ويانا. عبر على بيتنا فيتبون جهال تبقى الصواريخ برد المثل اي والله يا شو نصر سحاب النور. العالم لما شافت هذا اللي صار كله اليوم في العاصمة العراقية بغداد علقت على الموضوع، واختارينا لكم بعض من التعليقات من منصة فيسبوك. أحمد علاء يقول بالأمس كان فاسدا ويقود مشروع التطبيع، واليوم نجدهم يدعمونه ويثقون به لأعلى سلطة في البلد. لذلك عزيز وأخي العراقي الغيور لا تتصادم مع أصدقائك من أجل هؤلاء الخونة الذين يملؤون عقلك بالأوهام. أما عبد الله كاظم يقول تمت الصفقة بين الإطار والحلبوسي، وتحول الحلبوسي بنظر الإطار من عميل إلى الحلبوسي عليه السلام،
وتعالت أصوات التصفيق وأصوات الهلاهل، مبارك للشعب بس أكو الله. أما أحمد حسن يقول كلها قشمرة بقشمرة، صار الحلبوسي رمز وطني، كلها اتفاقيات ومالتي ومالتك. وسليم مراد تقول هكذا يكون الحال عندما يترك البلد بلا راعي ولا حامي، همهم المناصب والمصلحة الشخصية ولا يكترثون لما يعانيه الناس. إلك الله يا عراق. إذا مشاهدينا الكرام، الموضوع الأول أو الملف الأول ويانا بثلاث فيديوهات شفتوها، اللي هو الأول ما صار بالمنطقة الخضراء وقطع الطرق عفوا واستهدافها من قبل أتباع التيار الصدري بسبب عقد جلسة البرلمان بدعم من الإطار التنسيقي أو ائتلافه الجديد، وأيضا بالجلسة تم رفض استقالة محمد الحدبوسي. أبو علي من الناصري عفوا أبو علي من لندن حياك الله. أبو علي من واسط. ألو حضر. ألو. أهم شيء أني أشارك وياكم. حياك الله أخوي. السلام عليكم. مساء الخير. مساء الخير لحضرتك ومساء الخير الجمهور الرافدين. صراحة سأأكل اليوم اللي صار بالعراق يأكد، مو يبين، يأكد أنه أساسا الموجودين في البرلمان السلطة لا يمثلون الشعب وما عندهم جمهور. يعني مثلا الحلبوسي استقال، شيء ليش استقالت؟ يعني شنو سبب الاستقالة؟ ما أدري ليش يعني، بس هو مجرد أنه يقول يا أبي أنتم اللي رفضتوا تنتخبوني راح ترجعون تنتخبوني من جديد لا أكثر ولا أقل. واللي تهلهل طبعا هذا مخفف فلوس، يعني ليش تهلهل؟ يعني حلبوسي من هو حتى يعني يعاد انتخابه من جديد؟ شنو اللي سواه الحلبوسي؟ لكن احنا نقول يعني ليش أعداء الأمس أصبحوا أصدقاء اليوم؟ يعني أنت الإيقاف، أنا خاطب يعني اللي انتخب الإيقاف، يعني شنو السبب؟ الإيقاف قبل كان يقول الحلبوسي ويقول على مسعود البرزاني عملاء وصهاينة وإماراتيين وأتراك وغيرها، طيب اليوم ليش أنت رحت وياهم واشتركت معاهم؟ شنو السبب؟ كذلك أنا أسأل الحلبوسي وأسأل مسعود البرزاني، يعني أنتم رحتوا ويا مقتدى، شنو السبب اللي خلاكم تروحوا؟ مع المقتدى ما يريد الإطار واليوم رحتوا ويا الإطار. هذا دليل أستاذ أسل أنه أساسا ماكو خدمة وطن، ماكو خدمة مصالح. يعني اليوم ما يسمى بالسنة وما يسمى بالأكراد مضاحوا الإطار، قالوا إحنا عندنا شروط. المقتدى قال نعطيكم إياها، إذا نعطيكم إياها إحنا نعطيكم. مثل يعني طبعا هو متاجر لا أكثر ولا أقل، أول شيء نعطيهم الصفقات والفلوس، وبعدين يفكرون بشعبهم مثل النازحين ومثل المضطهدين والمغيبين وكذلك الأكراد، يقولون إحنا نريد حقنا، قانون النفط والفلوس وغيرها. لكن إحنا اللي يقولون هل هذا هو يمثل الشعب العراقي؟ هم هذول يمثلون الفكر العراقي؟ زين اليوم يعني اليوم أنتم اجتمعتوا كبرلمان، ليش ما أذنتوا؟ يعني يمكن أنا أسبق أحداث حلقتك اليوم، أذنتوا القصف الإيراني يعني قبل من تركيا قصفة الشمال، قومت الدنيا وما قعدتوها، العديران حلال عليها من تقصف شمال العراق. انتم الاكراد وينكم؟ يعني بس اكتفى مصطفى الكاظمي يستدعي السفير في ايران، طبعا ولو استدعيته شو راح يسوي؟ كل شيء ما يسوي. انتم كذا، انتم الاطاريين قاعد مو تقولون احنا نحمي العراق، بعد هذا العراق اللي انقصف اليوم مو جزء من العراق، لو اللي قصفنا اليوم هذا اخونا. فانا سأسأل يعني اكد واقول انه هذول لا يمثلون العراق، لكن اقول ان شاء الله هذه الحكومه ما تمر، ويمكن يقول لك عدوك صديقك، يعني اعدائهم اليوم يمكن يكونون اصدقاء الشعب، يطلعون تظاهرون ويمنعون هذه. لكن نقول مثل ما قال اخر مغرب لك الله يا عراق، نقول نسال الله سبحانه وتعالى ان يحمي العراق ويخلص العراق من هذه الزمره السائده ان شاء الله. يعني شكرا لك ابو علي. الفوضى الامنيه اللي شهدها العراق اليوم قبل وخلال وبعد الجلسه تزامنت ويا قطع شوارع العاصمة العراقية بغداد، خصوصا محيط المنطقة الخضراء اللي شهدت انتشار مكثف للقوات الأمنية. مصدر أمني قال أن القوات الأمنية أغلقت طرق رئيسة بالجانب الشرقي من العاصمة العراقية وقطعت أوصال العاصمة وغلقت عدد من جسورها. وقال المصدر أن القطوعات شملت جسر الصرافية وتقاطع ملعب الشعب والطالبية باتجاه تقاطع ساحة الموال، فضلا عن جسر البنوك وطريق الشعب باتجاه منطقة الصليخ. بسبب هذا الشيء اليوم العاصمة بغداد الحبيبة ومن ساعات الصبح تعيش حالة من الاختناقات المرورية الحادة اللي أثرت بشكل مباشر على طلبة السادس الإعدادي اللي دايم تحنون بالدور الثاني. قبل ما نشوف الفيديو مشاهدينا الكرام، ويانا اتصال عمر من بلجيكا حياك الله.
ام عمر من بلجيكا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. طبعا اول شيء احييكم على الطرح. حياك الله. ثاني شيء انه الله يحييك، انتوا بس انا عندي سؤال، انتوا نعم. تتوقعون اي الان المظاهرات اللي طالعه، تتوقعون هذول ثوار تشرين؟ نعم. العاقل راح يطلع، العاقل يتكلم، تتوقعون هذول اللي طالعين يكسرون الحاجز الكونكريتي هذول ثوار تشرين؟ هذول مو ثوار تشرين. نعم. ثوار تشرين ما عندهم شفل مسلح مصفح، مين جابوا؟ حتى لو خلينا نقول لو جابوه من مقاول، حتى المقاول ما عنده شفل مسلح مصفح هذا. نعم. هذول هاي تمثيلية، لأنهم متفقين ثوار تشرين يطلعون 1/10، إحنا مو 1/10. نعم. هذه حتى يسوون كين للثوار ويقضون عليهم، فهي لازم ينتبهون. هاي بالنسبة للتشرين، يعني إذا عندك سؤال ثاني. شكرا شكرا لك أم عمر. أبو سمية من الأنبار، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول كلامي أخاطب السياسيين في العراق. نعم. وعندي طلب عندهم. نعم. حكم في العراق وانتقال السلطة، هل هو انتقال ديمقراطي وبالانتخابات وبصناديق الاختراع، أم أنه بالهاونات وبالقاذفات البرلمان؟ أفهم الشعب، هل نحن ديمقراطية أم نحن نعيش في ظل إصابات؟ لكي يسلك الشعب الخط الذي يعجبكم. وأنت نعم. يا مقتدى الصدر، يا من دعوت إلى محاربة الفساد، ماذا تسمي قصف البرلمان الذي شعب؟ ماذا تسمي الذي استهدف العملية الديمقراطية حسب تسميته بالصواريخ؟ أين الإصلاح الذي تتحدث عنه؟ أين الفساد الذي تريد أن تحاربه؟ نعم. عندما والإصلاح، شخصوا لنا أشخاص الفساد لكي نعرفها، وشخصوا لنا أشخاص الإصلاح لكي نعرفها. إذا كانت هناك أشخاص للإصلاح، فالذي خارج البرلمان هو مفسد وإرهابي، والذي داخل البرلمان هو مفسد وإرهابي، ولا خير فيكم. اتركوا. نعم نعم. ستموها، لا خير لا في صغيركم ولا في كبيركم. ونسمع شكرا لصوت شكرا الشعب. لك أبو سمية. أبو مالك من أمريكا ويانا، حياك الله يا أبو مالك. الله يحييك أستاذ الفل. حياك الله. تحية لك ولجميع كادر القناة. سلمك ربي، حياك الله أخوي. أستاذ أفل، العراق اليوم تحت ظل هاي الأحزاب الولائية والموالية لإيران أصبح تحت المطرقة، لأنه العراق أصبح بدون سيادة جميع هذه الأحزاب الدنيا ولا أهل إيران، ولا توجد حكومة قوية أن تثبت سيادة للعراق وأن تدافع عن العراقيين وعن كرامة حدوده. اليوم العراق مستباح من جميع الدول الإقليمية لأنه حكومة ضعيفة. وأنا أناشد رئيس الوزراء من خلال قناتكم الموقرة بتقديم استقالته، لأنه عدم كفاءتي في هذا المنصب. الحكومة نعم. بحاجة إلى رئيس وزراء قوي يعيد كرامة العراق وسيادته. نعم. وليس أن يصبح بهذه الإهانة. نعم. شكرا شكرا لك أبو مالك. أبو عبد الله من أربيل، حياك الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك أستاذ، وحيي مشاهدين قناتكم الباطلة. حياك وبياك أستاذ. الله يخليك. بالنسبة للموضوع قاعدة البرلمان وهالشغلة هاي، ترى ثم تقول يعني ما أدري والله شغل عليها. نعم. وقصف ثم هذا قصف اللي صار على أربيل اليوم، يعني ليش ما هم قاعدين بالبرلمان، يعني قاعدة وليش ما حشوا فيه؟ ليش؟ يعني مو اعتداء خارج هذا؟ لو على إيران حلال. نعم. عادي تضرب أربيل مستشفيات، شو ما تسوي عادي الإيران. نعم.
بس اقول للسياسيين همين هذول ذكرت هذني بهليله انت ليش بدي ذكرتني ذكرت بدل اللي كانت بالاسواق المركزيه تشتري مع احترامي لهم هم مو مزينين بس كانوا يعني من الحاله ما يطبون يشترون ويبيعوها اغلى برا هذول نفس الدلالات والله نفس الشتات شنو القشمريات هاي شنو القشمريات فلا الوضع شنو اذا مو الحلبو كان هو عميل يطبع وعميل اسرائيلي وابو اربيل نفس الشيء شحد شو كلهم اجتمعوا ماكو شيء كلهم صاروا نعم شكرا شكرا لك ابو عبد الله. مشاهدينا الكرام مثل ما قلنا القطع اليوم اللي بالعاصمه العراقي بغداد شملت جسر الصرافيه ملعب الشعب الطالبيه باتجاه ساحه الموال وجسر البنوك اضافه الى طريق الشعب باتجاه منطقه الصليخ وشهدت العاصمه ازدحامات. خلونا نشوف جزء من ادها. ساعة 7:10 وهاي الطلبة ما قادرة توصل للامتحان. هاي مشي عابرين جسر الجادرية مشي. هاي الطلاب لحد الآن ما واصلين. ساعة 7:15 هذا جسر الجادرية واقف خلاص. هاي الطلبة اللي سوى القطوعات ما فكر بيهم هذا مستقبلهم راح كليته. مثل ما شفتوا قبل شوية الحكومة وأحزابها المتصارعة ما دايره بال للمواطن ولا لطموح الطلاب خصوصا طلاب الصفوف المنتهية ممن يراهن هو وأهله على هاي الامتحانات حتى يكمل دراسته الجامعية. ومن بينها الطلاب عندنا طالب طلع من طوره وصار عصبي بسبب عدم تمكنه من الوصول إلى المركز الامتحاني اللي من المفترض يؤدي به الدور الثاني بسبب القطوعات اللي شهدتها العاصمة. خلونا نشوف. استلم هاي تالية طالب سعد ما لحقنا نفتح الموت الطرق مسددة مو يا الوزير الطرق مسددة سددونها علينا هاي تالية ما اريد ما اريد ان على ابو الدراسة لا ابو الدراسة لا ابو السادس لا ابو الكتب هاي يلا اليوم ما لحقت امتح اليوم ما لحقت امتح ما اريد يلا هاك هاك يلا هاي ما اريد بعد. العالم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لما شافوا هاي الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي علقوا على هذا الموضوع واختارينا لكم بعض من التعليقات. من منصة فيسبوك أمير هاشم يقول: جعلتم السادسة أعدادي كابوس للعوائل العراقية حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما مي صبري: حسبنا الله على الحكومة دمرت الشباب وضيعت مستقبلهم. وحوراء الحسين تقول: خطية ضاعت منا سنة بتعبها وسهرها بسبب الحكومة الخربانة. وأم علي العاتي: خطية يعني تريدون تقطعون طرق أما تأجلونهم الامتحان أو تخلون وقت الامتحان متأخر حرام عليكم. إذا مشاهدينا الكرام كان هذا موضوعنا الثاني اللي هو قطع الطرق وأوصال العاصمة العراقية بغداد وبسبب صارت الزحامات كثيرة في العاصمة العراقية بغداد ومن بسبب هذا أيضا طلاب المراحل المنتهية أي امتحانات الدور الثاني ما قدروا يوصلون الى مراكز امتحانية. ومثل ما شفتوا بالفيديو الاخير منتصر من صلاح الدين حياك الله حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ هلا بيك يا غالي. تحية طيبة اقول للكادر. حياك الله. هي وثقات ان انا عاني على الحكومة هذه اللي موجودة داخل غرفة البرلمان. نعم يا اخي هم قاطعين الطرق على القطع والجسور يعني هاي القطاعات اللي موجوده في محافظه في العاصمه بغداد. نعم. الطالب الطلاب راحت الامتحان الدور الاول والثاني والثالث على اي سبب هم اللي خلون اي الجدار يعني هم محاصرين الخضراء بالقوات الامنيه وبعد ما يقدر للشعب العراقي لانه. نعم. هو عرفت الناس عرفت هاي صار اليوم حوالي اقل اكثر من 18 سنه ماكو بيهم اللي يسوون ناتج للشعب العراقي. نعم. هم مصالحهم اللي خارج الدول. أريد نعرف من عندهم شنو. نعم. هم اللي دمروا الشعب العراقي الفلاح العراقي يعني الطلاب هذا اللي مخلص بكالوريوس هذا اللي مخلص يعني ماكو ناتج لهم يعني دمروا الشعب العراقي والشعب العراقي صار اللي أسوأ من حال يعني الناس اللي احنا اهل الخير صرنا اهل الفقر. نعم فهلا وهاني غلطان هو اهل الخير اهل النبط اهل الناس اللي كانت تتمنى تجي للعراق هسه كنا نتمنى نروح للدول صرنا مطب لإيران وغير إيران قصف إيران تذبح دين إيران أو تذبح باقي الدول على أي سبب. نعم
يعني ما خلونا فشي موجود يعني الشاب العراقي، يعني هو محصل نفسه بالخضراء وقابل يوم خلي القوات الامنيه قاطع الجسور المدينه الصدر حاصل لها بالصبات، هو شو يقدر بعد؟ هو اصلا الشاب العراقي عرفهم دوله غير يعني دوله فاسده. نعم. دوله فاسده، كل ما يعني بعد ما الشعب العراقي ما يريده، الشعب العراقي يقول لك انا ما احبهم. نعم. يعني نعم. اطلع كافي مله الناس. نعم. شكرا شكرا لك اخ منتصر. ابو انور من صلاح الدين، حياك الله يا ابو انور. ابو انور. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لقناتكم الشريفه. حياك الله. عمي سمع اليوم البرلمان. ايه. البرلمان هذا كله حراميه وقادتهم حراميه. ما حسوا ما حسوا بالطلاب المدارس اهل الشداد لا استغبل يحرمون من حقهم ما يذوقوا ما يحسون على حالهم ما يطعون على حالهم ما كملوا اجتماعاتهم والهوانات ترجع فوقهم لان المواطن مو راضي على هذا الشغل. نعم. حبيبي حبيبي تدمرنا هم القادة السياسيين الاحزاب هاي جت ما نعرف من جت الاحزاب له إيران إيران البحث عليه السلام يجيبون خمس ملايين يجيبون خمس ملايين ويرجعون ثلاث ملايين مليونين وين راحوا جو عصابات المالكية دمر البلد ودرينات والهجاب درينات وذبح العالم. نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو انور. محمد من امريكا، حياك الله يا محمد. الو السلام عليكم وحي قناه الرافدين استاذ اسد العمر. حياك الله اخوي استاذ اسد. هم ضد الشعب من 2003 لحد الان، لا تعليم لا صحه لا عم لا ماي لا بيخ كفيلك الله. هم قاعدين العصابه نفسهم العصابه جاي تطلب الشعب جاي يسمعون بيناتهم. نعم. والميليشيات جاي تحميهم كفيلك الله. وهي هي لعبه سياسيه عشان قدره ايرانيه كفيلك الله. وانا انا من قناتكم الشريفه هاي البطله ايه. قناه الرافدين والله العظيم اكو مخطط ايراني يجي احد الائمه مال السنه والله العظيم يجي يفجروه. حتى الايرانيين طبوا زياره كلك للعراق ولا كلهم حرس ثوري ايراني يفترون بالمناطق السنيه كفيلك الله. هسه يسوون كل شغله ارهاب يرجعون السيارات المفخخة. طيب. يقولون لك هذول دواعش يكببوها كثيرك أول. هم دول مجلس العصابة مجلس الدوارب. نعم. والله العظيم دول مو شرفة دول عرضهم عشق فجر والله. شكرا العظيم. شكرا لك أخ محمد. وبالنسبة إلى موضوعنا الثالث اليوم، تم استهداف منطقة قضاء كويسنجا التابعة لمحافظة أربيل بهجوم بطائرات مسيرة وعدد من الصواريخ بانتهاك جديد للسيادة اللي تتبجح به الحكومة. الهجوم اللي صار إضافة إلى الصواريخ صار بقصف مدفعي من قبل الجانب الإيراني. وأكد مصدر طبي مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين من جراء القصف اللي صار على قضاء كويسنجق في محافظة أربيل، علما أنه القصف مستمر من يوم السبت الماضي. وتشن المدفعية الإيرانية قصف يستهدف مناطق بسيدكان، وتبنى الحرس الثوري الإيراني القصف وقال أنه يستهدف مقرات لمجموعات وصفها هو بالإرهابية عقب محاولتها إدخال أسلحة للمدن الحدودية وإثارة الشغب في إيران على حد قوله. خلونا نتابع. حصيلة جديدة وردتنا الآن، القصف اللي تقوم به القوات الإيرانية على شمال العراق صاروا القتلى ب 13 قتيل و 58 جريح بآخر حصيلة موجودة ويانا لحد هاي اللحظة. وراها قررت مديرية التربية بقضاء كويسنجق بمحافظة أربيل تعليق دوام المدارس يعني تعطيلهم بسبب القصف الإيراني، وأظهرت لقطات مصورة حالة الهلع والخوف اللي أصاب طلاب المدارس بأربيل خلال
القصف اللي استهدف المحافظة. خلونا نشوف. ثابت يا بالي لا يقرا باشا 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 راسه. هذا حال جهال كويزنشق اليوم، واظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ايضا جانب جديد لطلاب هاربين من مدرستهم خاتلين وراء تلة ترابية حتى تحميهم من شظايا الصواريخ وراء اشتداد القصف الصاروخي بمشهد مؤلم حاز على تعاطف العراقيين في ظل تحول أبناء العراق إلى وقود للحرب والصراع، في ظل غياب دولة توفر الحماية لهم وتمنع تطاول إيران عليهم. خلونا نشوف. مثل ما تلاحظون إخوان مشاهدينا الكرام أنه تلة ترابية، مجموعة من الأطفال والبنات طالعين من مدرستهم خاتلين وراء التلة الترابية خايفين، وياهم أستاذهم اللي قاعدين ينتظرون شو وقت يخلص القصف حتى يقدرون يوصلون إلى بيوتهم. هذه الصورة اليوم الناس تفاعلت عليها، وكان أكو هاشتاغ بالعراق اللي هو هاشتاغ إيران تقصف العراق. مو أول مرة إيران تقصف العراق، هاي أكثر من مرة تكرر هاي الحالة، والناس علقت على هاشتاغ إيران تقصف العراق، وجبنا لكم بعض التغريدات على هذا الهاشتاغ من تويتر. أحمد نعيم يقول: أطفال العراق مرعوبين ويبكون بسبب القصف الذي يمر من فوق رؤوسهم وقتل وجرحى من أطفال ونساء وكبار سن. أين أنتم والإسلام مما تدعون أيتها الميليشيات الولائية؟ ما ذنب هؤلاء المساكين؟ هل هؤلاء إرهابيين؟ هل عقيدتكم قتل الأبرياء؟ الخزي والعار لكم ولمن يدافع عنكم. هاشتاغ إيران تقصف العراق. أما لينا البياتي تقول: أطفال العراق يعيشون برعب ما بين صواريخ الميليشيات الإرهابية الولائية والقصف الحرس الثوري الإيراني الإرهابي على مدارسهم. هاشتاغ إيران تقصف العراق. أحمد يقول: مدرسة بلاط الشهداء تعاد من جديد من نفس الجهة الإرهابية، الآن تقصف مدرسة في محافظة أربيل كما قصف الخميني بلاط الشهداء سابقا في ظل صمت حكومي وسياسي مذل على القصف الإيراني. هاشتاغ إيران تقصف العراق. سرى تقول: من مذكرات والدي كنت في تكليف مراقبة لامتحانات الدور الثاني في مدرسة داخل إحدى المناطق الحدودية مع إيران عندما سقط أول صاروخ إيراني قرب المدرسة معلنا بداية الحرب العراقية الإيرانية. اليوم الحرس الثوري يكرر ذات الجريمة. هاشتاغ إيران تقصف العراق. إذا مشاهدينا الكرام كان هذا هو ملفنا الثالث، هو قصف إيران إلى شمال العراق وتحديدا منطقة كويسنجق في محافظة أربيل وتطاولها على العراق وخرقها لسيادة العراق. السياسيين دائما يقولون احنا عندنا سيادة. محمد من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخوي العزيز أنا أحييكم وحي قناة الرافدين قناة الشعب. حياك الله أخوي. وحي منبر الأخ الإعلامي الفاضل. وإحنا بس حبيت أشارك على موضوع استغالة الحلبوسي. نعم. هذا موضوع الاستغالة فموضوع سياسي لا يعني يمثل الشعب العراقي، ويعني ما له أي أهداف، أهدافه فقط سياسية، ما تخدم ما تصب مصلحة الشعب أبدا. نعم. هاي مصالح سياسية. وشغلة ثانية أحب أن أوضح عليها أن العراق تحكي سياسة من قبل إيران. نعم. ومن قبل تركيا، يعني العراق ما له سيادة نهائيا بسبب هاي الحكومة المتمثلة بالكاظمي والزمرة الحاكمة والولائية التابعة لإيران. نعم. واني ارحب واهني التشرينيين المتظاهرين تشرين الحقيقيين
مو اللي تابعين الجهات السياسيه والجهات التيار وكذا. احب اهنيهم واقول لهم اثبتوا واصمدوا ونحن ان شاء الله معكم والنصر غادم باذن الله. نعم نعم شكرا شكرا لك اخ محمد. مشاهدينا الكرام محمد من بغداد حياك الله يا محمد. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ انا بالنسبه لاستقاله الحلبوسي وغير الحلبوسي انا ما يهمني لا الحلبوسي ولا نعم ولا غير الحلبوسي ولا البرلمانيين ولا الرؤساء لان دول ما يعنون اي شيء يعني. نعم لان اذا استقالون وما يستقالون انا هم اريد ارجع لموضوع يعني الدوره التشرينيه اللي حتصير. ايه يعني ان شاء الله اكو خير اكو اكو اكو, أكو امل. نعم بتغيير هذا النظام. نعم لان دول ما يعرفون التظاهرات السلميه او الاحتجاجات السلميه. نعم انا افضل ان دول يزالون او تزيل هاي الطبقات اللي تحكم العراق جدا. نعم وان شاء الله احنا هم نكون متواجدين ونخلي الناس يعني بتوعيه اكثر على هذا الهدف السامي اللي هم يسعون وراه. نعم لان دول بعد ما يكتب لهم الكلام دول ناس جهله ناس كان هم ما شايفين شافوا نزلوا علينا بالبلاء ولاهم بايران كلهم ومقسمين العراق كيفهم جلسات البرلمان يعقدون صفقات لهم مهم هم البلد. نعم يعني اذا مات اذا استشهد واحد او اذا صار الناس ما عاد تاكل او حصه ماكو ما لهم علاقه هم حايرين بمصالحهم فقط. نعم ماكو حل الا دول يعني ينزاحون من هذا صدور العراقيين مثل ما يقولون. نعم الا هاي احنا املنا بهاي الثوره اللي حتصير ان شاء الله. نعم شكرا شكرا لك اخ محمد. حسام من البصره حياك الله يا حسام. حياك حبيبي. حياك الله حبيبي. هاي مجرد احنا سينما. ايه سينما هو جاي كل سنه جاي يسوون هذا الموضوع احنا جاي يبحثون علينا. صح. نعم زين يردون. السلام عليكم. وياك انا دا اسمعك تفضل. زين هو جاي شنو لهون لهون العراقي هاي كل سنه جاي يصير هاي الحاله. نعم اي فهم يعرفون يعني شلون مثل ما اقول يعني الشغلات اللي عندهم. اي زين ف اذا امكن نصلي صوت التلفزيون اسمعني من التليفون اغاتي انت ماشي حبو ماشي نفذك ماشي نفذك حبو صوت التلفزيون ماشي. هاي السينما هاي السينما كل سنة جاي يعيدونها علينا جاي له الشعب العراقي زين السينما هم مسوينها وجاي يبحثون علينا. نعم 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 شكرا شكرا لك أخ حسام. طالب ذو شهداء ثورة تشرين العراقيين طلبوا من العراقيين أن يتظاهرون بالذكرى الثالثة لنشوب الثورة في الأول من تشرين أول المقبل. وقالت عائلات الشهداء ببيان مصور أن الأحزاب تحاول المتاجرة بدماء الشهداء وأن هاي الأحزاب قامت تتاجر أيضا بأبناء الشعب الواحد وعلى أبناء هذا الشعب أن يفوت عليهم الفرصة أمام من يحاول المتاجرة بدماء العراقيين. وشددوا على مطلب واحد وهو إسقاط النظام وأحزاب الفاسدة واستعادة الوطن وفاء لدماء وتضحيات الشهداء والجرحى. خلونا نشوف جزء من البيان قبل ما نستعرض التعليقات. وعوائل شهداء تشرين نطالبكم اليوم أن تقفوا جميعا وتتوحدوا بوجه التهمة الفاسدة لنكون يدا واحدة أسوة بأبنائنا الذين اختلطت دماءهم في ساعات العزة والكرامة ولنكون صوتا واحدا قويا بعيدا عن مغريات المتسلقين على دماء أبنائنا والذين يريدون المتاجر بهم في سوق الانتهازية والمنافع الشخصية لتكن لنا استقلاليتنا وهيئتنا الجامعة الموحدة بعيدا عن الأحزاب والشخصيات الانتهازية لنكون رقما صعبا في أي عملية سياسية قادمة ولنكون أوفياء إلى رسالة أبنائنا التي حملوها وقدموا أغلى ما يملكون لها أرواحهم الطاهرة. ومن هنا
ندعو كافة عوائل شهداء، من هنا ندعو كافة عوائل شهداء تشرين البالغ عددهم أكثر من 1000 شهيد أن يشاركوا بقوة وفاعلية في الذكرى الثالثة لانطلاق الثورة في ساحة التحرير، ولنكون يدا واحدة بوجه الظلم والقتل والطغيان والإرهاب الأعمى. المجد والخلود لشهداء تشرين وشهداء العراق. عاش العراق! عاش العراق! وراء ما طلع ذوي الشهداء وأيضا الناس تعرف أنه أكو استعدادات لثوار تشرين لإحياء الذكرى الثالثة لثورة تشرين، علقوا الناس على هذا الموضوع. وكان أول تعليق ويانا من فيسبوك من حامد الشمري يقول: الرحمة والخلود لشهداء الوطن والثورة، ونبارك جمعكم الكريم، ونعاهد العراق وجميع عوائل الشهداء أن دماء أبنائكم أمانة في أعناق الشرفاء. عاش العراق. أما أحمد ابن ذيقار يقول: دماء شهداء تشرين في أعناقنا، جميع الأحرار من شباب تشرين إن شاء الله. هشام محمد يقول: رحمة الله تعالى الواسعة على شهداء الثورة الأبطال الأحرار والخزي والعار لقاتليهم الجبناء. ومراد يقول: الله يرحم الشهداء والخزي والعار إلى القتلة ومن ساندهم وحماهم المجرمين، الله على الظالم يمهل ولا يهمل. إذن كانت هاي تعليقات الناس حول هاي الـ 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 أو عفوا حول استعدادات الناس إلى ذكرى ثورة تشرين الثالثة. مشاهدينا الكرام، أول ملف ويانا كان الفوضى الأمنية اللي صايرة بالعراق اليوم نتيجة الجلسة والإطار ورفض استقالة حلبوسي، وأيضا استقبال الرفض بالهلاهل من بعض النائبات وتهديد ميليشيا سرايا إلى الإطار. الملف الثاني قطع الطرق بالعاصمة العراقية بغداد وما حصل من ازدحامات خانقة في العاصمة العراقية بغداد وحرمان الطلاب من دخولهم أو من الوصول إلى مراكز امتحانية في الدور الثاني للمراحل المنتهية. الملف الثالث هو قصف أربيل إلى منطقة كويسنجق في المحافظة أربيل في شمال العراق، وأبعاد ذلك وما صار بعد ذلك واختباء الأطفال خلف تلة ترابية خوفا من وصول شظية لهم. ملفنا الرابع مطالبة ذوي شهداء ثورة تشرين في أن يكون مشاركة واسعة في الذكرى الثالثة لثورة تشرين. مشاهدينا الكرام، ارتفعت وتيرة الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل وزارة الداخلية اللي وجدت لخدمة الشعب وحمايته من المفترض. بالفترة الأخيرة ما اقتصرت هذه الانتهاكات على الجرائم الطائفية اللي انعرفت بها المؤسسة الأمنية طوال عقدين من الزمن من الاحتلال إلى اليوم. لتنوع هذه الجرائم لتشمل تحرش، اغتصاب، استغلال سلطة ومنصب لترويع الآمنين فضلا عن الابتزاز. وشهد العراق بالآونة الأخيرة سلسلة من تلك الجرائم كان أبطالها منتسبين بالأجهزة الحكومية خصوصا بوزارة الداخلية. المزيد من التفاصيل بهاي المادة اللي أنتجها قسم التواصل الاجتماعي، خلونا نشوف. هنا متحرش غير مبال بوظيفته الأمنية، وهناك قاتل لزوجته، وآخرون يحتجزون عاملات في مطعم للتحقيق من أجل إرضاء مشهورة دون أوامر قضائية، وآخرون يستغلون مناصبهم لتنفيذ الجرائم. ضباط ومنتسبون في وزارة الداخلية في العراق ينزعون عنهم ثوب الهيبة لترويع الآمنين بدلا من حمايتهم، لتصبح مؤسستهم الأمنية عنوانا لكل رذيلة ومضربا للأمثال في الإجرام والإفلات من العقاب. لا يكاد يمضي يوم إلا ويستفيق المواطن على خبر جريمة أو فضيحة بطلها منتسب أمني في الأجهزة الحكومية التي تديرها الميليشيات وينخرها الفساد، بعد أن هيمن عليها ما يعرف بالضباط الدمج الذين لا خبرة لهم سوى شهادة التزكية من هذا الحزب أو ذاك. فمن مغتصب على شكل ذئب بشري إلى قاتل لزوجته وعائلتها غير آبه للقانون، إلى تهجير عائلات آمنة وقتل ذويها بعد كيل التهم الكيدية لهم وسط غياب تام للقانون. صار قتل بمنطقتنا، قتلوا زلمة من قرايبنا يمنا، فتهمونا بالقتل. إحنا ما قاتلين، فهم إلهم يد بالدولة، يقولون إحنا دولة، يقولون إحنا ضباط. جرائم لم يحاسب مرتكبوها كمجزرة جبلة ومقتل شاب من أبو غريب على يد من يحملون سلطة القانون ويقتلون باسم المؤسسة العسكرية، وغيرهم الكثير ممن غيبت الحكومة قضاياهم للتستر على الجنات، بعد أن ادعت زورا أن مثل هذه الحالات فردية ولا تمثل السواد الأعظم للمنتسبين لكي تنأى بنفسها عن الملاحقة القانونية.
شلون كان يدخلك اياها؟ عن طريق سواق سيارات او عن طريق منتسبين. وزارة يتعاطى ثلث منتسبيها المخدرات في مؤشر خطير على انهيار المؤسسة الأمنية وتحولها إلى مرتع للمجرمين وساحة آمنة لتنفيذ الجرائم، فضلا عن تواطؤها في تهريب المخدرات القادمة من إيران في مشهد معقد ينذر بمزيد من الفوضى. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. تخيلوا مشاهدينا الكرام، وزارة شغلها من المفترض أن واحد من واجباتها أن تمنع انتشار المخدرات وأن تغلق المداخل وأن تحصن البلد من دخول هاي المادة، لأنها مادة مؤذية إلى البشر، مادة مؤذية إلى النسيج المجتمعي، مادة مؤذية إلى كل شيء، ومادة ممنوعة أصلا. تخيلوا هاي الوزارة اللي واحد من واجباتها أنه تكافح هاي الآفة، ثلث منتسبيها يتعاطون هاي المادة أو ثلثينها. تخيلوا الجهة اللي تقول لك أنا ممنوع أنت تمارس تعاطي المخدرات أو تحقن أو تشرب حبوب، هاي الجهة اللي تمنعك ثلثها أو ثلثينها يتعاطون هاي المادة. على كل مدونون طالبوا على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا منصة تويتر تحت هاشتاج طرد السفير الإيراني من العراق بعد القصف الأخير على أربيل وانتهاك السيادة التي تتبجح بها الحكومة. إجا قصف أربيل وراء يوم واحد من ادعاء السفير الإيراني احترام العراق واحترام سيادته واحترام قراره بملتقى الرافدين للحوار المنعقد بالعاصمة العراقية بغداد. ويشار إلى أن هذا القصف مو الأول من نوعه، سبق عدة هجمات صاروخية بذرائع مختلفة. خلونا نسمع أو نقرأ بعض التغريدات على منصة تويتر، وأول تغريدة ويانا من سارة: إيران تقصف شمالنا وترهب وتقتل الأطفال في مدارسهم في انتهاك صارخ للسيادة العراقية تحت مرأى ومسمع الحكومة والأحزاب الموالية لها، بينما سور الوطن وبقية الصنوف والتشكيلات العسكرية منشغلين بحماية الفاسدين في الخضراء وتطويق بغداد بالعدة والعدد والصبات. هاشتاج طرد السفير الإيراني واجب وطني. ياسر الجبوري: المطالبة بطرد السفير الإيراني هذا أضعف الإيمان والساكت عن الحق ولائي أخرس. أما عمار النعيم يقول: إيران ترد جميل الضيافة والكرم العراقي للزوار بقصف مدفعي وصاروخي ومسيرات مفخخة، هاشتاج طرد السفير الإيراني. وريما تقول: الحكومة دفعت بعشرات عناصر الأمنية لمواجهة المتظاهرين وغلق جميع الطرق والجسور المؤدية إلى الخضراء وتعطيل الحياة العامة، في حين تركت حدود العراق مفتوحة للانتهاكات الإيرانية وفتكها بالمدن العراقية، عن أي خسة ونذالة نتحدث؟ هاشتاج طرد السفير الإيراني. لكن أنا أرد أسأل سؤال واحد بالنسبة إلى طرد السفير الإيراني: تتوقعون من يحكم اليوم أو من موجود في البرلمان أو في مجلس الوزراء أو في رئاسة الجمهورية يقدرون يطردون السفير الإيراني؟ تتوقعون اللي قالوا سابقا انه السفير الايراني يحكم يقدرون يطردوه؟ هذا السؤال اوجهه لكم واوجهه لهم. مشاهدينا الكرام، مواضيعنا بالترتيب: الانفلات الامني اللي صاير بالعراق اليوم بسبب الصراعات ما بين التيار وما بين الاطار التنسيقي ورفض استقاله الحلبوسي. الثاني: قطع الطرق بسبب ما حصل اليوم بالمنطقه الخضراء وخوف جماعة المنطقة الخضراء من دخول جهة معينة، وهذا الأمر أدى إلى تعطيل حركة السيارات وتعطيل حركة الناس وعرقلة وصول الطلاب إلى المراكز الامتحانية خصوصا طلاب السادس الإعدادي. ملفنا الثالث: انتهاك إيران لسيادة العراق وقصفها شمال العراق تحديدا منطقة كويسنجق، وشفنا حال المدارس وهلع الأطفال واختباء الأطفال وراء تلة ترابية حتى يخلصون من الشظايا. ملفنا الرابع: مطالبة ذوي شهداء تشرين بأن يشارك العراقيين في الذكرى الثالثة لثورة تشرين يوم 11. مشاهدينا الكرام، إذا أريد نتكلم عن ما يحصل اليوم بالعراق، آخر هاشتاج أخذناه ويانا ومطالبة الناس بطرد السفير الإيراني. طرد السفير الإيراني معناته أنه دول اللي موجودين بالعراق اليوم يعرفون شنو معنى السيادة، وشنو معنى أن يكون البلد مستقل، وشنو معنى أنه التدخلات الخارجية لازم تجابه. فأنتوا
تتوقعون ما موجود مصطفى الكاظمي ولا الحلبوسي ولا أي واحد موجود داخل العملية السياسية يقدرون يطردون السفير الإيراني؟ لو لا، وحق الأطفال اللي خافت وختلت ورا التلة الترابية يقدرون يجيبوه من إيران؟ لو لا، الجواب يمكم. نلتقيكم إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.